كانوني رئيس جمعية زهرة الحياة للتنمية البشرية والترشيد التربوي. اليوم كنحضروا الحفل اللي نظمته الجمعية جمعية المرأة الصحراوية للتنمية المندمجة فرع مدينة سلا، وكذلك الجمعية المغربية لإدماج المكفوفين وشباب وشابات مدينة تمارا، حفل عشاء على شرف نزلاء المركز التوجيه لأشخاص بدون مقر بدون مقر قار. وبهذه المناسبة هذه كنشكروا جميع الفاعلين الجمعويين وكذلك كل من سهر على نجاح هذا الحفل، وحفل تآزر وحفل الرحمة وكذلك حفل تآزر مع المسنين. بالمناسبة كنشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إحياء هذا الحفل، وكذلك شكرا لمدير المؤسسة اللي عنده واحد القلب واحد الصدر رحب اللي كيستقبلنا بكل حب، وكذلك جميع النزلاء بهذا المركز. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم يمان صغيرة نائبة جمعية المرأة الصحراوية للتنمية المندمجة فرع سلا. احنا الحمد لله بمناسبة الشهر الكريم فرقنا عدة قفات رمضان للناس المعوزين والفقراء الحمد لله، وبهذه المناسبة جينا لهذا المركز ديال الاستقبال والتوجيه للناس المعوزة. جينا نظمنا واحد الحفل فني وحفل عشاء وحناء، ونفرق ان شاء الله ألبسة مع هاد الناس اللي ان شاء الله بحال والدينا. جينا نشاركهم هذه الفرحه، الناس كيبان على وجههم الحزن، جينا نفرحوهم، هما اباء ديالنا والدينا وخوتنا وليداتنا اللهم لك الحمد. عمر اشبون اخصائي تربوي نفساني رئيس الجمعيه المغربيه لدماج المكفوفين، تواجدنا هنا هو المساهمه في تظاهره على شكل افطار إنساني تضامني أخوي مع هؤلاء الإخوة المسنين والمهاجرين، وهذا يدخل في إطار التآزر والتضامن والتأخي والعرفان بالأخلاق وبالسمو وبما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعيتنا الجمعية المغربية لدماج المكفوفين ترعى الأطفال المكفوفين وترعى الشباب المكفوفين والعجزة كذلك المكفوفين والمسنين. إذن هذا البرنامج يدخل في إطار أنشطتها، وعندها فرقة موسيقية من المكفوفين والمبصرين، وهي فرقة متميزة دائما تلبي طلبات لجميع الجمعيات. وهي الآن كذلك كلفتني بأن أقول تصريح لجميع التلفزيون أو الصحافة على أن الفرقة مستعدة للمشاركة في جميع هذه التظاهرات التي من شأنها أن تعلو بالسمو الوطني وبالسمو الأخلاقي والتربوي بالمجان ودون مقابل وفي أي وقت كان دون قيد أو شرط. السلام عليكم، احنا اليوم جينا نمثلوا جمعية المرأة المغربية والمرأة الصحراوية. كنا من شباب وشابات اللي قمنا بهذا العمل رغم ان الوقت كان وجيز، ولكن المجهودات يعني كانوا من جميع الناس، وكنشكرهم بزاف اللي ساهموا في هذا الامر سواء كانوا حاضرين او اللي ما حاضرينش، كنشكركم بزاف. وكنتمنى من الشباب المغاربة انهم يبقاو يتطوعوا لهذه الاعمال لانها جد مميزة. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.